في يوم مشمس هادئ، كان أحمد يجلس في المقهى يقرأ الجريدة بهدوء كعادته. فجأة لفتت نظره عنوان كبير يقول: آخر توقعات ليلى عبد اللطيف، السعودية على موعد مع كارثة في نهاية العام. لم يكن أحمد مهتماً بالعادة لمثل هذه التوقعات، لكنه شعر بالفضول لمعرفة المزيد عما يخبئه الخبر. تناول أحمد هاتفه وبدأ يبحث عن تفاصيل التوقع. من خلال البحث والقراءة اكتشف أن ليلى عبد اللطيف، وهي عرافة شهيرة في المنطقة العربية، قد توقعت أن المملكة العربية السعودية ستواجه كارثة كبيرة مع نهاية العام. كانت التوقعات تتحدث عن ظواهر طبيعية أو أحداث سياسية غير متوقعة. شعر أحمد بالقلق، فهو يخطط لزيارة أصدقائه في السعودية في نهاية العام. مر الوقت، وجلس أحمد مع أصدقائه في مساء خريفي، وشاركهم الخبر والتوقع. بدأ الجميع يتساءلون ويضحكون حول كيف يمكن أن تكون هناك نبوءات كهذه، وما إذا كانت تحقق فعلاً. البعض استهزأ بالتوقعات وأشار إلى أنها مجرد وسيلة لجذب الانتباه وإثارة القلق بين الناس، بينما البعض الآخر رأى أنه من الأفضل أن يكونوا حذرين وأن يأخذوا الأمر بجدية. ومع تقلب الأيام والليالي، بقي أحمد يتابع الأخبار ويتشاور مع أصدقائه حول خطط السفر وهل سيتغير شيء في برنامجه نتيجة لهذه التوقعات. وفي النهاية قرر أن لا يدع الخوف يسيطر عليه وأن يمضي قدما في خططه، متمنيا أن تكون العرافة مخطئة هذه المرة. ومع اقتراب نهاية العام كان أحمد متحمسا للرحلة، لكنه كان يعلم في قرارة نفسه أنه مهما كانت التوقعات، فإن الدعم والمحبة بين الأصدقاء والعائلة هو الأهم في مواجهة أي تحد قد يأتي.